طب من المبادرة الحلوة دي نروح بقى لشوية حاجات غريبة شوية. يعني الناس نعرف انه يبقى عنده هواية الرسم، الموسيقى، لكن يربي عصافير، لسه كنت هقول قطة، عصافير، كلب. اوكي برضو. انما السنين الأخيرة دي بقينا نسمع على ناس بتربي حاجات غريبة جدا في بيوتها. لكن التقرير بتاعنا هو شخص محب ليه صحيح شوية مخلوقات مش تقليدية لكنها في حدود القانون، لأن احنا شفنا برضو أضرار الناس اللي ربت حاجات من باب التباهي وأذت خلق الله. فالهواية اللي عند ضيفنا النهاردة هي تربية الزواحف وما يطلق عليه بالمفترسات ولكن ضمن القانون. محمود بيعشق تربية هذه الكائنات بقاله 17 سنة. خلينا نشوف ايه هي الحيوانات والطيور اللي عنده وايه سبب الهواية دي. تقرير زميلنا احمد بقوش. اسمي محمود معجزة. هوايتي الجوارح والزواحف والحيوانات البرية عامة، سواء مفترسات أو جوارح طيور. الجوارح ما تصلحش للمبتدئين زي ما كله عمال يقول، لأن ده طير مفترس. يعني بص، هي عامة الطير ده متدرب، أنا اللي بخليه يعض، يعني أنا اللي بضايقه عشان يعض، تمام؟ لكن أنت لو بصيت للطير هادي، عضته دي بتوجع، يعني عضته دي توجع وتعور. في واحد بيجيب الصقر ما يعرفش يربيه، يبقى حطه في قفص، يبقى حطه ايا كان، لكن الجوارح بيبقى ليها ادوات صيد وادوات سقاره، اواقري بتاعها بتعزز الجارح اللي انت مربيه. ده ثعلب رمل من الثعالب اللي يعني اسمه روبل، من الثعالب الجميله جدا اللي بتبقى هاديه في الاسر. هو صغير مبدئيا. احنا بنجيب الحاجات في السن ده عشان خاطر تتروض معانا بسهوله، يعني هوريك برضو بعض الحاجات. ده بعكسه، ده اللي هو بيبقى بقى قدامك في الجبال، اللي ديله بيبقى منفوخ زي اللي تحت ده، اللي ديله بيبقى منفوخ وابيض، تمام؟ برضو بنجيبهم في السن ده الجراوي عشان نروضها، وده برضو ثعلب احمر. بس الاختلاف بقى ان ده ذكر. هتقول لي ما فتحتش عليه ليه على طول؟ اقول لك عشان ده لسه يعتبر جاي من البريه. هو دي اخته، بس ده خايف لسه، حاجز الثقه اللي انا كنت بكلمك عليه من شويه ما اتكسرش. فانا عشان اقرب له، بص، بخلاف ان انا اما هفتح هنا ده بيرد دراجون من انواع السحالي، والاسم الشائع بتاعه التنين الملتحي، عشان خاطر يعني هيئته التنانين بيفرد الجناحات بتاعته، انت فاهم؟ وهو كل ده شوك على فكره. ده ذكر بالغ، ده بيبقى مش موجود في مصر بس بينزل مصر يعني ايه، يعني بيجي لنا من بره، والحمد لله يعني بعض الناس نجحوا في تفريخه في مصر هنا. ألفية الأرجو. المفترسات عامة أي حاجة بتربيها من وهي صغيرة استحالة بتضرك، يعني استحالة بتعضك نهائي.